مرحبا بكم بقناتي تعلم العود مع رضوان عود ودراد. اليوم راح نعلمكم نوطة اسمها التريبلت او التريولي او الثلثية، تابعوني. التريبلت او التريولي او الثلثية هي عبارة عن ثلاث علامات موصولين مع بعض وفي رقم ثلاثة فوقيون مثل ما شايفين. بالنسبة للتريبلت أو التريولي راح نشوفها بسرعة 60. هون عنا التريبلت أو التريولي أو الثلثية بتعادل نوار اللي هي كورتر نوت اللي هي عبارة عن نبضة واحدة. إذا حطينا هون السرعة 60 كورتر أو 60 نوار بيبدأ يعني بكل تكة بكل ثانية في عنا ثلاث علامات. هالثلاث علامات رح نقولها 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 رح نشوفها 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ري 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 دو 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 سي 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 لا 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 سو 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 فا 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 مي 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 ري 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 دو 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 سي 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 لا 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 سو 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 لا 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 سي 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 دو 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 1 2 3 ري مي فا مي كثير من الطلاب رح يقولوا نحن مبتدئين وانت ماشي فيها بسرعة 60 مو قادرين نمشي معك. مننزل السرعة لسرعة 40 او حتى 50 او حتى مثلا 45 حسب قد ايه انت سرعتك في العزف. المبدأ التريبلت او التريولي انه نحن خلال نبضة واحدة خلال تكة واحدة عم نقول ثلاث علامات اللي هي 1 2 3. هون الثلاث علامات هون ممكن يكونوا علامات متشابهة مثل ما شفناها بالبداية ري 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 فا 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 لا 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 ري ري وهكذا، أو ممكن يكون ثلاث علامات مختلفين أو علامتين متشابهة وعلامة مختلفة. مثلا علامتين ثلاث علامات مختلفة مثل ما شفنا بالسطر الثالث ري مي فا مي فا صول. هون ري مي فا مي فا صول فا صول لا صول لا سي وهكذا. هاي التربت هون بالنسبة للريشة اللي هي 8 7 8. طبعا 8 7 8 7 8 7 8 هي القاعدة العامة. السرعة هي 60. هذا أفضل تمرين للإيد اليمنى اللي هي التريبلت أو التريولي. نحن بنحافظ على إنه نقول 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بحيث إنه نسرع 70 80 لحتى نزيد عنا مرونة الإيد اليمين، لأنه بنعرف الإيد اليمين هي أضعف من الإيد الشمال. يعني لما نيجي نتدرب مثلا بسرعة وليكن 100 صرنا متقدمين 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 تا 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 بس على وتر واحد بنحاول نقول 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هاللياقة بالإيد اليمين النزلة والطلعة هي بتساعد كثير على مرونة الإيد اليمين، لأنه إيد اليمين ضعيفة والحركة لازم تكون من الرسخ. منقول سرعة 100 لحد 100 كافي بتخيل، منقول على علامة واحدة بعدين على ثلاث علامات أو علامتين بحيث نمرن عنا ولو على وتر واحد نقولها، فبتزيد عنا قوة. يعني هذا تمرين لليد اليمنى. في ناس كثير بتسألني بدي قوي عندي أنا الإيد اليمنى. الإيد اليمنى هي أفضل تمرين لها، مثل ما أنا الإيد اليمين دائما ضعيفة كثير مقارنة بالإيد الشمال اللي هي نعزف فيها العلامات الموسيقية. هي بالنسبة لشرح مبسط عن التريبلت أو التريولي أو الثلثية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير، ولا تنسوا كمان تتابعوني على موقعي لتعلم العود www.oudwithrad.com. بتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم.